يبقى ده اللي موجوده in between orbicularis skeletal muscle. بس تعالى بقى في حته، انا هنا الجلاندز دي عشان احافظ عليها مويست وضد الجفاف كان عندي السبيشيوس والسويت جلاندز. طيب هنا من ناحيه الميكوس ميمبرين انا قلنا مفيش لا سويت ولا السبيشيوس جلاند، مين اللي هيحافظ عليها ضد الجفاف؟ رقم واحد السلايفا، عشان في لعاب جوه ميه دي بتحافظ عليها. مين السلايفا دي بتطلع؟ بتطلع من، هنعرف في السليفر جلاندز ان في ميجور جلاندز هنعرفهم بالتفصيل مش دلوقتي، لكن هنا في ماينور جلاندز، شويه جلاندز سليفر جلاندز. بعض الجلاندز هلاقيها موجوده في ناحيه الميوكس ميمبرين هنا، بسميها ليبيال جلاند. هي ميوكس او ميوكوسيرس سكريتنج جلاند. ميوكوسيرس بسميها ليبيان جلاندز. بص معايا موجوده ناحيه ايه؟ ناحيه الميوكس ميمبرين. ليه؟ عشان تحافظ على الميوكس ميمبرين من الجفاف. هنا عندي السويت والسبيشيوس جلاند، هنا ما فيش السويت والسبيشيوس جلاندز، فربنا اداني السلايفا والجلاندز دي بتطلع السبيشن علشان تحافظ عليها من الجلاندز. يبقى ده كان الاوتر سيرفيس وده الانر سيرفيس. طيب تعالى بقى للحته الخط ده اللي احنا بنسميه ريد مارجن، اللي هو ده نقطه الاتصال بين الاثنين ريد مارجن. وليه اسم باللاتيني؟ اسمه فيرميون بوردر. فيرميون بوردر باللاتيني يعني الحاجز القرمزي، بوردر يعني حاجز او فاصل القرمزي، فيرميون بوردر. هو يختلف عن الثين سكين ويختلف عن الميوكس ميمبرين لكن شبيه شويه في التركيب بتاعه. اول حاجه هو نوع الابيسيليم ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيسيليم بارشي كيراتينايز. يعني ايه طبقه كيراتين بسيطه؟ لا هو زي السكين هيفي كيراتينايز ولا زي الميوكس ميمبرين نو كيراتينايز، لا شويه كيراتين. يبقى رقم واحد ان هو بارشي كيراتينايز، بنقول عليه موديفايد سكين. رقم اثنين لونه احمر، ما هو بلور. على فكره ده بيهمك من الناحيه الطبيه، انت لما تيجي تكشف على العيان عشان تعرف فيه بالور قديمه بهتان، فانت بتعمل ايه؟ بتقلب شفه العين كده فتشوف الريد مارجن والميوكس ميمبرين. لقيته لونه احمر كويس يبقى تعرف ما عندوش انيميا، لقيته لونه بيل باهت يبقى تعرف ان عنده انيميا. دي من احدى خطوات الفحص الطبي اللي انت بتقوم بيها. يبقى هو ريد رقم واحد، رقم اثنين موديفايد سكين بارشل كاريتينايز ستراتيفايد سكوماس ابسيليم، رقم ثلاثه لا هو في سبيشيس ولا في سويت جلاندز ولا في ليبيا جلاند، يعني في دي ولا دي ولا دي. الله، طب انا حافظ عليها من الجفاف ازاي؟ في حركه تلقى غير اراديه انت بتعملها، ايه هي الحركه الغير اراديه؟ شايف؟ بتلحس لسانك، بتلحس شفايفك بلسانك. حركه بسميها ليكنج باي تانج. الليكنج باي تانج ديت ايه؟ بتعمل ايه؟ طلع شويه سلايفا بتعمل ترطيب للميوكس، بتعمل ترطيب للريد مارش. يبقى كانت دي تركيبه اللي بشكل بسيط. اوتر سيرفيس عليه ثين سكين اللي هو ستراتيفايد سكوماس ابسيليم كيراتينايز، في هير، في سبيشيس، في سويت جلاندز. من جوه ايلر سيرفيس ميوكس ميمبرين اسمه ايه؟ ستراتيفايد سكوماس ابسيليم. ايه مميزاته؟ نون كيراتينايز، نو هير، نو سويت، نو سبيشيس جلاندز. ان بتوين في مصر اوربيكولاريز اورز ماسل، انا بسميها سكيتال ماسل، دي فولنتري ماسل. من ناحيه الميوكس ميمبرين بلاقي فيه شويه جلاندز بسميها ليبيال جلاند. طيب المنطقه الالتقاء دي بسميها ريد مارش او فيرميليان بورد. ايه هو ريد مارش او فيرميليان بورد؟ ده موديفايد سكين ريد ان كلر. من مميزاته ان هو ترانسبارنت، شفاف، بيعكس لون الاوعيه الدمويه اللي تحتيه. ما انا قلت لك انت بتعرف او بيفيدك من الناحيه الطبيه، لو بصيت لقيت الشفايف ديت بالور ده انيما، معناها ان الهيموجلوبين اللي موجود في الريد بلاد سيلز اللي هي موجوده في الاوعيه الدمويه كميه قليله فاداني بالور. ممكن الاقيه ازرق ساينوزس. الزرقان ده ليه؟ لان الكربون دايوكسيد عالي في البلاد، فلما يطلع الكربون دايوكسيد بيدي زرقان للاطراف نتيجه نقص الاكسجين فيها. ف
فده تعرف ان فيه كارديو كارديو ريسبيراتوري ديزيز، ديزيز في القلب وديزيز في الريسبيراتوري سيستم. بعض حاجات كتير احنا مش هنخش في الجوانب فيها كتير، لكن اعرف ان هو ترانسبرنت شفاف. تالت حاجه ان هو مويست باي ليكينج اوف ذا تانك، الحركه دي. يبقى ده كان اول جزء من الاورال كافيتي اللي انا بسميه اللب.